اهلا وسهلا، الله يحييكم جميعا. لسه احنا في تغطية مباشرة من داخل العاصمة الرياض، نبي نغطي اليوم الثاني لقيادة المرأة، ونبي نشوف ايضا حالات ورصد حالات لفتيات اساسا سعوديات قاعدين يسوقوا. طبعا الحين احنا نبي نوثق كل شيء، شوية بنروح مكان اسمه رياض بارك، هو طبعا من المولات الجديدة في المملكة في الرياض بالتحديد، ونبي نشوف البنات اللي هناك مجمعات وقاعدين يسوقوا السيارة. خلونا عشان نوثق نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم.